هقرا معاكم طريقه تفكير كولر في المباراه. التشكيل اعتقد في حيره كتير عند جماهير النادي الاهلي وعند مارسيل كولر، ممكن يبدا ازاي ويبدا بمين. بس خلينا نروح ل الارقام الخاصه بطاقم التحكيم ونشوف كده. طيب احنا بنتكلم على الماتشات او المباريات الدوليه الوديه، هي مباراه وحيده في الليجا الاسباني، 131 مباراه. انا بس اعدي على الارقام، مش هقول بقى الانذارات والكارت الاحمر وكده، هو مش ميال قوي للكروت الحمراء يعني. لا والله ميال، ده في الكاس الاسباني طلع 16 كارت احمر في 131 مباراه. كوبا دري او كاس الملك 27 مباراه، الكاس السوبر حكم مباراه واحده، الليجا اللي هي الليجا 2 او الليجا دوس بيسموها، اللي هي الدرجه الثانيه عندهم، حكم فيها 48 مباراه. الشامبيونا ناسيونال يعني دي بقى درجه ثانيه وثالثه، رصيد كبير جدا من المباريات. يعني اشوف انه طبعا الكروت الحمراء بالنسبه له نوعا ما نسبه تتجاوز تقريبا 10% من عدد الماتشات اللي لعبها، فقريبه منه شويه. الانذارات يعني متوسط عادي، دي ارقام طاقم التحكيم او حكم المباراه اللي هيحكم مباراه طبعا. كان عنده اداره مباراه شهيره السيزون اللي انتهى ده، كان ادار مباراه ريال مدريد واتلتيكو مدريد يعني. يعني نتمنى له التوفيق طبعا، احنا ما بنتمناش حاجه غير ان تحقيق العداله على ارض الملعب، خاصه ان انت بتتوافر لديك كل الامكانيات اللي تمكنك انك على ارض الملعب ما يبقاش عندك مشاكل. ولكن عايز اقول يا احمد ان الحكام معظم يعني في دول العالم، خاصه التحكيم الانجليزي بصفه خاصه بيعاني، والتحكيم على مستوى العالم انا بشوف ان مشاكل التحكيم حتى الموضوع ده ازاي عندنا يا بلال يعني، لا انا بشوف يعني ان التحكيم الانجليزي أسوأ تحكيم على وجه الارض، وبعد كده يجي بقى اي حكام تانيين. لا والله مش هغير الفار عندنا صعبه خالص، لدرجه انت عارف ان حصل اجتماع قبل انديه البريمير ليج ان هي تلغي الفار اصلا، لان قال لك هو ما فيش من يعني ما فيش جدوى اصلا، ما فيش حاجه تم اضافتها بعد دخول الفار، لان الفار يا احمد بيجيب لك الحاله وانت بتتفرج وبتتابع الدوري الانجليزي، ومع ذلك كله بيبقى مجمع على حاجه والحكم بيحسب حاجه ثانيه. طيب على كل الاحوال نسيب النقطه دي ونروح لقرايه السيناريو. عايز اتكلم مع بلال ومع احمد في سيناريو المواجهه، التشكيل الافضل او الامثل لمارسيل كولر في ظل جاهزيه كل العناصر، وانت بتلعب مع بيراميدز محتاج جدا تحسم اللقاء الاول، واعتقد انه اللقاء الاول هو الاهم، وحسم الاهلي لثلاث نقاط في ماتش الجمعه يقربنا بشكل كبير جدا جدا جدا، ويبعد بيراميدز كمان في نفس الوقت بشكل كبير عن المنافسه على اللقب. هسمع رايكم بس اسمحوا لي بعد الفاصل.